صورة مباشرة من باكورياني في جورجيا، أجواء ضباب وشيء خفيف، نحمد الله ونشكره. رائعة على مدينة بارجومي. قناة الفارسي الرحال ترحب بالسياح في جورجيا، ما شاء الله. مرحبا. الله يحفظكم إن شاء الله بالعافية، الله يعافيكم إن شاء الله. ما شاء الله على الأجواء الجميلة والرائعة. انظروا يا جماعة للأعناب في كل مكان. طبعا هذه السيارات اللي تنزل من هنا. وصلنا الى النهر. ما شاء الله تبارك الله. قوة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. من الفعاليات عند هذا النهر، عندهم شواء للحم الخرفان. ما شاء الله. طبعا يقدمون وجبة الغداء لمن يرغب. ما شاء الله البناء عندهم بالخشب. هنا الرافتنج وجسر إطلال على الوادي. ما شاء الله تبارك الله. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله على جمال بارجومي. ما شاء الله، هذا من أفخم الفنادق في برجومي وعلى إطلالة النهر. وهذه فيلا السكن ب 300 ليري، غرفتين بأربع سراير وجلسة صغيرة ومطبخ ودورة مياه. ما شاء الله تبارك الله على المطر. هذه الليلة الثانية وهو يهطل في باكور يعني. اللهم صيبا نافعا، اللهم لك الحمد. ما شاء الله غرفة بإطلالة.